السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا اخوان اخوات؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي يكون تتمة ديال درس المتتاليات العددية، وغادي نخدمو تصحيح ديال التمرين الاول. غادي نشوفو شنو هما الاسئلة اللي كنا خدمنا عليهم، غادي نعاودو نديرو لهم مراجعة، ثم غادي نشوفو شنو هما الاسئلة اللي غادي نضافو للتمارين اللي كيتحطو في الامتحان، يعني في الامتحان ديال الرياضيات شعبة الأدب والعلوم الإنسانية. على بركة الله نبداو التصحيح ديال التمرين ديالنا. دونك التمرين ديالنا كنا حطينا تمرين أو جوج تمارين. التمرين الأول فيه المعطيات التالية: يو صفر تساوي تلاتة، يو إن زايد واحد تساوي تلاتة، يو إن ناقص تمنية. يو صفر تساوي تلاتة، يو إن زايد واحد كتساوي تلاتة، يو إن ناقص تمنية. طلبوا منا بداية نحسبوا يو واحد ويو اثنان، يو واحد ويو اثنان على بركة الله. دونك قلنا كنكتبو اي واحد، كتكتب اي واحد، ثم كتاخد التعبير اللي عندك هنا، تلاتة تلاتة اي ناقص تمنية، تلاتة اي ناقص تمنية. شنو هو الاختلاف؟ هنا الى درتي واحد كدير هنا صفر، ثم ماذا؟ يساوي ثلاثة في اشنو هو يو صفر؟ القيمة ديال يو صفر شحال كتساوي؟ كتساوي ثلاثة ناقص ثمانية. ثلاثة في ثلاثة غتعطينا تسعود ناقص ثمانية، تسعود ناقص ثمانية تعطينا واحد. ندوزو للثانية، يو اثنان نفس الطريقة، ثلاثة يو ناقص ثمانية على حسب الشكل ديالك، على حسب شنو عندك انت. ثم هنا إلا عندي جوج كنديرو هنا واحد، وهكذا. منين غنجيب اي واحد؟ اي صفر كتكون عندك اي واحد، ها هي راه حسبناها. دونك ثلاثة في شحال كتساوي اي واحد؟ كتساوي واحد ناقص ثمانية. دونك ثلاثة في واحد ثلاثة، وثلاثة ناقص ثمانية هي ناقص خمسة. ما عرفتيش تحسبها طبي في الكالكولاتريس غادي تلقى الجواب. دونك اي واحد كتساوي واحد، واي اثنان كتساوي ناقص خمسة. هذا السؤال الاول راه بسيط، واللي مازال ما فهم كيفاش يحسب اي واحد ويو اثنان رجع للفيديو ديال الحصة الاولى، راه غتلقاه في صندوق الوصف. بالنسبة لفي صفر وفي واحد، بالنسبة لفي صفر وفي واحد، في السؤال الثاني عطاونا واحد المتتالية واحدة أخرى. كاينة عندنا الأولى ها هي، الثانية هي هذه في ان كتساوي يو ان ناقص ربعة، اللي كتربط لينا في ان مع يو ان، هذه في وهذه يو. طلبوا منا نحسبوا في صفر وفي واحد. شوفوا دابا كاين شنو غادي نديروا باش نحسبوا في صفر وفي واحد. واش غنخدموا بنفس الطريقه؟ لا، غادي نخدموا بطريقه اخرى. تبعوا معايا نفس الشيء، غير نفس المبدا، هو انني كناخذ التعبير اللي عطوني، التعبير اللي عطونا اللي هو يو ناقص أربعة. نفس الشيء هنا، يو ناقص أربعة. هنا واش كاينه شي علاقه ما بين هذا وهذا؟ الا تفقنا ما كتربطو حتى شي علاقه، بحيث انني خصني الا درت هنا صفر ندير هنا كذا، الا درت هنا جوج ندير. لا لا لا، عقل مزيان على هذه القضيه ديال في، عقل على القضيه ديال في. شنو كنقصدو في؟ يعني ان هذا اللي كاين هنا هو اللي غيتكتب هنا، وهذا الرقم اللي كاين هنا هو اللي غيتكتب هنا. ماشي دير هنا جوج بحال هادي، لا هادي ما فيهاش، حيت كاينه اي اي. عقل على الا كانت يو فاش كنطبقوها، الا كانت في ما كنطبقوهاش. صفر صفر، واحد واحد، جوج جوج، ربعة ربعة، خمسة خمسة، على حسب شنو بغيتي تحسب. دابا يو صفر منين غنجيبها؟ اكيد هي في المعطى، لان المعطيات ديال يو هما هادو، الارقام اللي مرتبطين ب يو هما هادو. دونك شحال كتساوي يو صفر؟ ثلاثة ناقص ماذا؟ ناقص أربعة. يعني هاد يو صفر هي اللي عوضنا، وناقص ربعة راه هي كتبتها. دونك يو صفر هي اللي حيدت وحطت بلاصتها ثلاثة، القيمة ديالها. دونك ثلاثة ناقص أربعة شحال؟ ثلاثة ناقص أربعة ناقص واحد. نجيو دابا لهنا، واش هاد يو واحد واش غادي نعوضها بهذا؟ لا، راه هادي القيمة ديال اش؟ ديال في صفر. القيمة ديال في صفر، أنا بغيت القيمة ديال يو واحد. فين هي القيمة ديال يو واحد؟ هادي ديال يو صفر. آه فوالا، القيمة ديال يو واحد هي واحد. القيمة ديال اي واحد هي ماذا؟
هي واحد. ديجا حسبناها ثم ناقص 4. يعني هنا شنو درت؟ خديت القيمة ديال اي واحد من الجواب السابق، من الجواب السابق، وعوضتها هنا. ثم غادي نحسب دابا واحد، واحد ناقص 4 غتعطينا ناقص 3. فوالا غتعطينا ماذا؟ غتعطينا الاخوان ناقص 3. ندوز دابا للسؤال المهم او السؤال المحوري. بين ان الذئين متتالية هندسية. بين ان الذئين متتالية ماذا؟ متتالية هندسية. كيف نبين ان الذئين متتالية هندسية؟ هذا يعني ناقشناه في الحصة الثانية وكذلك في الفيديو الاضافي على بركة الله. كنديروا لدينا وكتكتب فان، بما ان قال لك فان كتب فان. فان كتساوي ان ناقص 4. كتكتب لتحت اذا، ما تنساوش الروابط المنطقيه الاخوان. بالنسبه للناس اللي قالوا لي الفرنسيه مد الفرنسيه، راه كدير اون دونك، غير نتوما دوزوا بالعربيه ما كاينلاش. ما علينا، كدير اذا كتعاود تكتب في تساوي او ناقص 4، غير هاد المرة بلاصت ان كدير ان زائد واحد. ان زائد واحد، تفقنا بلاصت ان كدير ماذا؟ كدير ان زائد واحد. شنو غنديرو دابا استاذ؟ هنا غادي تحيد هاد او ان زائد واحد، غتعوضها بالتعبير اللي عطاوك. شتي فين كاين؟ ها هو عندك تعوضها تاني بهذا. هما بغاو او ان زائد واحد، ها هو فين كاين او ان زائد واحد؟ غتقطعها من هنا وتلصقها هنا. إذا ومن فان زائد واحد يساوي ماذا؟ شحال كتساوي ان زائد واحد؟ كتساوي 3 ان ناقص 8 ناقص 4. شنو درنا السؤال؟ هذا شنو درنا؟ هاد ان زائد واحد شتوها؟ هاد ان زائد واحد عوضناها بشحال؟ عوضناها بثلاثة يو ان ناقص 8، وهاد ناقص 4 كاينة عندي في الأول، كاينة عندي في الأصل. شنو غادي ندير؟ تساوي ثلاثة يو ان ناقص 8 ناقص 4 شحال؟ ناقص 8 ناقص 4. غنحسب دابا هاد جوج الأرقام، ناقص 8 ناقص 4 يساوي ماذا؟ ناقص 12 موان 12 ناقص 12. ايوا استاذ شنو غادي نديرو دابا؟ قلنا تبع معايا، قلنا كناخدو هاد الرقم ملي كنحسبو هاد جوج الارقام، كناخد دابا هاد الرقم هذا وكنحتفظ به. هاد الرقم ها هو الاولاني اللي كاين قبل من يوان، وكندير الاقواس وكنكتب هاد الشيء هذا يوان ناقص 12 مقسوم على هذا الرقم اللي درت في الاول. ديما الرقم اللي شاط لك هنا قسمو على هذا الاول، هذا قسمو على هذا. عقل مزيان، هذا شنو نديرو ليه استاذ؟ قسمو على هذا. و 12 مقسوم على 3 ما عرفتش نحسب، راه كاينه الاله الحاسبه، تساوي ماذا؟ 3 عامل ان ناقص 12 مقسوم على 3 هي 4. اشنا هي يو ان ناقص 4؟ يو ان ناقص 4 لاحظ معايا هي في ان، دونك تساوي ماذا؟ 3 في ان، تساوي ماذا؟ 3 في ان. شنو غادي نكتب لي؟ وبالتالي في ان متتالية هندسية أساسها كي يساوي 3. أساسها ماذا؟ كي يساوي 3. غلطي في هذا الأساس غتغلط في الأسئلة الموالية، دونك رد البال لهذا، راه سؤال مهم. دابا السؤال الإضافي، السؤال الإضافي اللي غادي نخدمو عليه، السؤال الإضافي اللي غادي نخدمو عليه إن شاء الله تعالى هو كالتالي، هو كالتالي. سؤال جيم غنديرو بالأحمر باش يبان بلي عندنا سؤال جديد. غيقول لك اكتب
في ان بدلالة ان. اكتب في ان بدلالة ان. هنا قبل ما نكتبوا في ان بدلالة ان غادي نذكروا بالقاعدة. غادي نذكروا بماذا؟ بالقاعدة. هذه كتسمى صيغة الحد العام، صيغة الحد العام لمتتالية هندسية. كتسمى صيغة الحد العام لمتتالية هندسية. على العموم يا إخوان، على العموم نفترض أن في ان هندسية عندها واحد الأساس كي صافي، وعندنا واحد في صفر ولا في واحد على حسب المطلوب. فإن في ان يساوي ماذا؟ في ان يساوي الأساس كي، ولا نبداو ب في، يساوي في في ديرو في بي مضروبة في الأساس كي أس ماذا؟ أس إن ناقص بي. هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة حفظوها كما هكا. ندير لها واحد الإطار، ونشرحوها. أشنو كنقصدو أستاذ في بي؟ وشنو كنقصدو بكيو؟ كيو هو الأساس اللي عندك هنا، الرقم اللي عندك كتحطو هنا. أشنو كنقصدو بفي بي؟ في بي هو داك الأولاني اللي حسبتي، داك الأولاني اللي حسبتي. هنا أول واحد حسبناه هو في صفر، داك الأولاني اللي حسبتي. إلا كان الأول اللي حسبتي هو في واحد، كدير هنا في واحد. كان الأولاني هو في صفر، كدير هنا في صفر. دونك نجيو دابا نطبقو. هادي قاعدة، دابا غادي نجاوبو. لدينا في ان يساوي، شنو هو الاولاني اللي حسبناه هو في صفر. دونك غنجي لهنا غندير في صفر مضروب في كي اس ان. هاد ان لا تتغير يا اخوان، هاد ان لا تتغير، ناقص ماذا؟ صفر. دابا شنو اللي كيتغير؟ اللي كيتغير هو هاد الرقم اللي لتحت هنا، شتو؟ اما ان ما عمرو كيتغير، كخليه كما هكا. ثم يساوي ماذا؟ دابا غادي نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها، كل حاجه ماذا؟ بالقيمه ديالها. يعني هاد في صفر غادي نعوضوه بالقيمه ديالو، وهاد كي، هاد كي غادي نعوضها بالقيمه ديالها. و ان ناقص صفر كتحسب عادي، ان ناقص صفر هي ان. دونك شحال كتساوي في صفر؟ كتساوي ناقص واحد. دونك هاهي في صفر كتساوي ماذا؟ ناقص واحد مضروب كي. شحال كيساوي؟ كيساوي تلاتة في تلاتة. ان ناقص صفر هي ان. واش غادي نحسبوها استاذ؟ الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. هاد الجوج ما تحسبهمش، هاد الجوج ما تحسبهمش، على ربي خليهم غير كيما هكا. حط القاعدة، عوض، انتهى الكلام. غادي نكتبو دابا النتيجة النهائية. إذا في ان يساوي ناقص واحد في تلاتة أس ان. وكتب لي هنا لكل ان من ان. إلا درتي غير هادي الله يجعل البركة، صافي. هذا هو الجواب. اجي دابا نخدمو عليها واحد الشويه، اجي دابا نشرحوها واحد الشويه باش تسهل علينا القضيه. خليو هادي عن جنب، يلا زيد على بركه الله. عندنا واحد المتتاليه، واحد المتتاليه الاساس ديالها، واحد المتتاليه فين الاساس ديالها كي كيساوي واحد على جوج. وعندنا في صفر كتساوي خمسة، شحال غتساوي في ان؟ تخي بيان، في صفر مضروبة في كي أس ان ناقص صفر. هذا ناقص هذا كنحطوهم هنا، هذا ناقص هذا كنحطوهم هنا، تساوي شحال كتساوي في صفر؟ خمسة في شحال كتساوي كي؟ واحد على جوج. أيوا ان ناقص صفر هي ان. واش نحسبها أستاذ؟ لا، وحدة أخرى
كي كتساوي ناقص 4، في 1 كتساوي 3، في ان شحال تساوي؟ واش في صفر؟ لا، عندي في 1 مضروبه في كي، والسم هذا هذا ناقص هذا، الاس ديما كنديرو فيه هذا ناقص هذا، ان ناقص 1. ايوا كنعوضو في 1 شحال؟ 3 في اشنا هو الاساس؟ ناقص 4. ايوا ان ناقص 1 خليها كما هي، لا تغير شيئا، غير هنا ان ناقص 0 0 ما كايناش يتكتب، كنديرو غير هنا، لا تغير شيئا ولا تحسب شيئا، خليها كما هكا. اتفقنا؟ لكاع البروف اللي يصح لك هكا غادي يعطيك النقطه الكامله. بديتي كتحسب 3 في 4 12 وكذا، غتولي هي كتخربق، غير كتزروط. نتمنى انكم تكونوا فاهمين هذه القاعده هذه، وراه غادي نعطيكم امثله عديده ان شاء الله تعالى باش انكم تقدروا انكم تدي تجاوبوا على السؤال ديال اكتب فان بدلاله ان. نرجعوا نكملوا الاسئله ديالنا، نرجعوا نكملوا الاسئله ديالنا. السؤال الموالي اللي غادي يتبع هذا، اللي غادي يتبع هذا هو استنتج ان بدلاله ان، استنتج ان بدلاله ان. انا ركز معايا، هذه ما فيها لا قاعده لا والو، هذه ما فيها ماذا؟ ما فيها لا قاعده ولا حتى حاجه، هذه مباشره. اشنو هي العلاقه اللي كتربط ان؟ حيت قال لك هنا اكتب في ان ثم استنتج ان، يعني كاينه شي علاقه اللي كتربط في ان مع ان. هي العلاقه اللي عطاوك هنا في التمرين، ها هي في ان كتساوي ان ناقص 4. غدير لدينا وغتاخذ هذه غتخدم بها، في ان يساوي ان ناقص 4. غنديرو دابا واحد عمليه بسيطه. انا اش بغيت؟ بغيت او ان، يعني او ان ما خصهاش تبقى، انا خص ترجع لهاد الجي. غادي نقلبهم، ولكن ركز معايا، ركز معايا مزيان. غادي نجيبو هادي لهنا ونجيبو هادي لهنا، غتعطينا ماذا؟ او ان يساوي في ان، بما انني حولت ليهم البليس، راه هاد الاشاره هادي غادي تغير. الا كانت ناقص غتولي زائد 4، كانت زائد كتولي ناقص. علاش استاذ؟ لان او ان غنخليوها بوحدها، وناقص 4 غنحيدوها من هنا ونديوها لهنا. وقلنا العدد اذا انتقل من طرف الى طرف في متساويه تتغير اشارته، تتغير ماذا؟ اشارته. الا كانت فيه الناقص كيولي زائد، كانت فيه زائد كيولي ناقص، باش انت ما تحلش مع تغيير الارقام وكذا وتدي وتجيب. شنو غادي دير؟ غتجيب هذا لهنا وتجيب هذا فين لهنا، وهذا الناقص كتولي زائد او لا زائد كتولي ناقص، لا تغير شيئا. شفتو مزيان؟ الله يسخر. شنو غادي ندير دابا استاذ؟ غدير تساوي، غتمشي تقلب على فين اخر فين حسبتيها، اخر فين بدلالتين فين هي؟ ها هي، غتاخذها من هنا وغتحطها بلاصه فين. ماشي ما تاخذش فين تساوي، خذ غير شحال كتساوي التعبير ديالها. دونك يساوي ماذا؟ ناقص 1، ها هي شفتوها، ناقص 1 في 3 اس ان زائد 4. صافي، هذه هي يوان بدلالتي بدلالتين. وغادي نكتبوا الجواب ديالنا، ومن جواب نهائي يوان يساوي ناقص 1 في 3 اس ان زائد 4، وكنزيد ليه لكل ان من ان. هادو هما جوج الاسئله اللي غادي تضافوا لنا ان شاء الله تعالى، ونخدموا على هذه دابا، نخدموا عليها. نعطيكم مثال اخر، نجيو دابا لهذا. نفترض اسيدي، نديروه كنخليو هذا الوسخ هذا عن جنب. نفترض عطاك اسيدي فان او كي كتساوي 3، وعندنا في صفر كتساوي مثلا 1 على 2 او لا 1 على 3 ولا 1 على 4، وديجا عندنا في ان مثلا كتساوي ان زائد 5. هادو هما المعطيات اللي عندنا. السؤال قال لك لنكتب في ان
بدلالتين. دابا بينتي هندسيه وحددتي الاساس وما الى ذلك، وجيتي لهذا السؤال شنو غادي دير؟ قلنا غادي يكون لدينا، ايوا يلا نستعجلوا، فين تساوي ماذا؟ سير في صفر قاعده مضروب في اساس، هذا مضروب في هذا، شنو غندير في الاس؟ هذا ناقص هذا، ان ناقص صفر. تعويض، في صفر شحال كتساوي؟ واحد على جوج. الاساس شحال كيساوي؟ ثلاثة. وهنا عندي غير ان، يعني اس ان. واش نحسبها مازال؟ لا. ندوزو للسؤال الثاني، لنكتب يو ان بدلالة ان، شنو عندي؟ عندي هذه هي اللي كتربط في ان مع يو ان، في ان يساوي يو ان زائد خمسة. أيوا، إذا قلنا كنعكسوهم، يعني يو ان كتساوي في ان، وقلنا إلا كانت هنا زايد كتولي ناقص خمسة. شنو غادي نديرو أستاذ؟ أسهل ما يكون هو التعويض، غتحيد هاد فين، غتعوضها بالتعبير اللي عطاوك، واحد على جوج في تلاتة أس ان ناقص خمسة. تزيد شي حاجة من راس، كون أكيد أنك غادي تاكل الدق. تزيد أي حاجة من راسك تبغي تحسب هادو، ولا دير داكشي اللي كنقول لك بالقياس. اتفقنا؟ ونتمنى انكم تكونوا فاهمين هاد جوج الاسئله هادو ضابطينهم مزيان. وفي الحصه المقبله ان شاء الله، المهم غادي نخلي لكم تمارين اخرى، تمارين اضافيه في الحصه المقبله ان شاء الله تعالى. غادي نصحو تمرين شامل، غادي نصحو تمرين شامل في هاد الشيء هذا، ثم غادي نزيدو اسئله وحدين اخرين، كيفاش كنحسبوا النهايه ديال هاد المتتاليه، وكيفاش كنحسبوا المجموع ديال المتتاليه، حدود متتابعه لمتتاليه هندسيه. شكرا لكم، الى لقاء اخر.